ومعاكم عز ومنقي وأسعد الله مساءكم بكل خير. عنوان الفيديو النهاردة يا حبايب هنتكلم عن 5 أشياء بتخلي العلاقات تفشل، ما بين الصاحب وصاحبه، ما بين الحبيب وحبيبه، ما بين الزوج وزوجته، ما بين الشخص اللي عزيز عليك. يعني 5 حاجات بتخلي العلاقات تفشل وتتدمر، وقال لكم ايه هم دول، وقال لكم علشان تخلي العلاقة تنجح تعملوا ايه. بس يا ريت قبل كل حاجة يا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس، واتمنى التفاعل. اللي ما تفاعلش كويس يتفاعل تفاعل كامل، يا ريت يكون في تفاعل بجد واشتراك بجد، واللي اشترك بجد يعمل تفاعل كامل مع القناة. انا مش عايز اشوف اشتراك وبس، ما دام انا بنزل فيديوهات حلوة ومنوعة. ويلا بينا لكم الخمس حاجات دول. الخمس حاجات بتخلي العلاقة تفصل، ايه هم دول؟ رقم 1، قلة الثقة، مفيش ثقة. رقم 2، عدم الاحترام والتقدير، عدم الاحترام والتقدير، مفيش احترام، مفيش تقدير ولا قيمة. رقم 3، عدم الأمانة. رقم 4، الكلمات القاسية، الكلام القاسي والشكاوي المتكررة. دي رقم 4، الكلمات القاسية والشكاوي المتكررة. رقم 5، الخلافات والخناقات المستمرة. دول 5 حاجات اللي بتخلي العلاقات تفشل وتسبب إلى طلاق كمان. هقول لكم بقى رقم 1. خلينا بقى نتكلم عن على السريع قلة الثقة. قلة الثقة، مفيش ثقة. الثقة هي من أهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة في أي علاقة سليمة، وكل ما الثقة بتقل ده بتخلي العلاقة تنهار أسرع. لما يكون في قلة الثقة بتخلي العلاقة تفصل. عدم الاحترام والتقدير، لازم يكون دايما في احترام متبادل ما بين الطرفين علشان العلاقة تنجح. كلنا نستحق الاحترام من شريك حياتنا، ولازم نكون مدركين الموضوع ده كويس. والاحترام دايما بيكون اهم حتى من الحب، الاحترام بقى اهم من الحب، وهو اللي بيضمن ان العلاقة تكون مستمرة وقوية. يعني الاحترام اهم من الحب، الاحترام هو اللي بيخلي الحب يستمر. ما فيش احترام الحياة مش هتستمر، الاحترام هو بيخلي الحب يستمر ما بين الصاحب وصاحبه، ما بين الحبيب وحبيبه. كيف الاحترام بيعمل ايه؟ انتم متعرفوش قد ايه الاحترام ممكن تخلي العلاقة تنجح. الاحترام بيعمل حاجات كتير انت ما تعرفهاش، ولذلك انا عشان كده عملت فيديو عن الاحترام. الاحترام هو بيخلي الحياة تستمر، هو بيخلي الحب يستمر. ما فيش احترام يبقى انت ملكش لازمة. وهكذا هي عدم الاحترام والتقدير. طبعا عدم الامانة، إنه لازم تكون عندك الصدق والأمانة بالشخص اللي أنت بتعزه وبتحبه. الكلمات القاسية، لما بتقول كلام قاسي، لما بتقول كلام كلام قاسي، كلام كده قاسي، يعني كل ما تقول كلام قاسي كل ما تخلي العلاقة تفشل، كل ما تخلي يحصل طلاق ويحصل مشاكل. يعني مثلا يقول لك الخلافات والخناقات المستمرة، عدم الاحترام والخيانة بتكون نتيجتها خناقات مستمرة. وهكذا هو 5 حاجات دول. وعايز اقول لكم
عايز اقول لكم في نهاية الفيديو الخمس حاجات دول اللي انا قلتهم اللي بيخلي العلاقة تفصل، اللي بيخلي العلاقة تفصل انه مفيش احترام. لولا الاحترام، الاحترام هو اللي بيخلي العلاقة تكون قوية ما بين الصاحب وصاحبه، ما بين الحبيب وحبيبه، ما بين الزوج وزوجته. ولازم الكل يعرف الكلام ده كويس. ما كانش الاحترام ليه لازمة كان كل الناس اتدمرت. فالاحترام هو اللي بيخلي العلاقة تنجح، وهو اللي بيخلي الحب يقوى والعلاقة تنجح. ما فيش احترام هيحصل طلاق، ما فيش احترام هيحصل مشاكل وبلاوي. الاحترام وطريقة الكلام والأسلوب لما تكون حلوة هي اللي بتخلي العلاقة تنجح. لو هتخلي العلاقة تفصل يبقى منك انت. العلاقة تفصل انك انت ما بتعملش حلو. اللي بيخلي العلاقة تفصل ان ما فيش احترام، ما فيش يعني، عفوا لو انا بكرر او برجع الكلام زي ما كان، بس عايز اقول لكم حاجة مهمة. اللي بيخلي العلاقة تفصل ان انتم ما عندكمش احساس وتقدير وقيمة ببعض. فلما تكونوا عندكم احساس وتقدير وقيمة واحترام ببعض خلاص هتلاقي العلاقة تنجح. وقد هو عنوان الفيديو اللي بيخلي العلاقة تفصل. واذا عجبكم الفيديو يا ريت توصل 1,000,000 مشترك و1,000,000 لايكات، وشكرا لكم.